السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Our title for this poster was Synthesis and Characterization of Zirconium Oxide with Graphitic Carbon Nitride for Visible Photocatalytic Applications. The authors was مي حسين, أحمد طه, أحمد حسن, إبراهيم يحيى, and هبة زهراء. البوستر بتاعنا بيتكلم عن انه الزيركونيوم اوكسايد, احنا حضرنا الزيركونيوم دايكسايد مع الجرافيتك كربون نيترايد, وبعد كده عملنا لها الاناليسز او الكاركترايزيشن المناسب تو بروف الاستراكشر بتاعها زي الاكس ار دي وزي السكاننج الكترون مايكروسكوبي وزي الديفيوز ريفلكتنس. كمان كان التارجت بتاعنا ان احنا نستخدم البريبيرد كاتاليست ده فور الفوتو ديجريديشن اوف ميثيلين بلو اند رودوماين بي دايز, وكمان ان احنا نعمل تشيك او نتأكد من الاستابيليتي او واليوزابيليتي بتاعه البريبيرد ماتيريال. زي ما حضراتكم عارفين الجرافيتك كاربون نيترايد هو سوبر فوتو كاتاليست سبيشلي انفيزبل فوتو ديجريديشن, بيدي نتائج حلوه جدا وايفكتيف جدا في الفوتو ديجريديشن سبيشلي للدايز وللترانسبيرنت اورجانيك ماتيريال, وده اللي احنا وده اللي كان التارجت بتاعنا. عشان كده احنا عملنا كمان كورشالي مع الزيركونيوم اوكسايد. الميثود بتاعتنا ان احنا حضرنا الجرافيتك كاربونايترايد ده حضرناه من الميلامين از بريكارسر بالميلامين بايراليسيس, وبدانا نعمل كالسينيشن للسامبل بتاعتنا عند 550 for 2 hours. بعد كده عملنا فول كاركترايزيشن للبريبيرد ماتيريال اكس راي وسكاننج الكترون مايكروسكوبي. بعد كده كان الابلكيشن بتاعنا هو الفوتو ديجريديشن يوزنج ذيس كاتاليست فور الميثيلين بلو اند رودوماين بي, عشان نعرف اني تركيز او اني برسنتج من الزيركونيوم اوكسايد هي دي الموست افكتيف فور الفوتو ديجريديشن. وفعلا لقينا انه ال 1% من الزيركونيوم اوكسايد مع الجرافيتك كاربون نيترايد هو ده اللي كان مدي افشنسي عاليه جدا, ولقينا فعلا انه الانرجي جاب بتاعته قليله, وده بيكونفيرم او الانرجي بتاعت الانرجي جاب بتاعته ماشيه مع او كومباتبل مع الفيزبل لايت ذات ايراديتد ديورنج الفوتو ديجريديشن. ولقينا انه احنا وصلنا لتقريبا 100% او 99.9% من الديجريديشن, زي ما حضراتكم شايفين انه الابزوربنس بتاعه الابزوربنس بيك بتاعه الميثيلين بلو فور اكزامبل قلت جدا, تقريبا يكاد يكون حصل لها دايمنش خالص with the time of irradiation. وده بيكونفيرم الهاي افشنسي اوف الزيركونيوم دايكسايد ويز الجرافيتك كاربون نيترايد فور فوتو كاتاليتيك ابلكيشن ان ووتر تريتمنت. ثانك يو.